بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هتكلم عن أوامر التعديل اللي هي عندي trim و extend. أدي أهي trim و extend، الأمرين دول مهمين جدا في أوامر التعديل في برنامج الأوتوكاد. أنا هاجي أرسم لاين بالشكل ده كده أهو، وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين ارسم لاين تاني كده، تمام اهو. انا عايزه اعمل تريم للجزء ده، يعني عايزه اشيل الجزء اللي هنا ده. اعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له تي ار اللي هي اختصار تريم، وادوس انتر، واجي اقول له سيلكت اول بالشكل ده كده اهو، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اجي هنا. انا مش عايزه الخط ده كده، فاجي اشيله، شايفين؟ بالطريقه دي يبقى انا كده عملت تريم للجزء ده. طب انا عايز اعمل الجزء ده تريم، بدوس عليه بالشكل ده كده، خلصت خالص بدوس بيمين الماوس انتر، يبقى كده انا عملت تريم. طيب لو انا عندي اكتر من خط، يعني لو شلت ده كده عملت كوبي مثلا اكتر من خط اهو، وعملت لاين تاني بالشكل ده كده، تمام. وعايزه اشيل الخطوط اللي تحت دي، اللي تحت الخط اللي جاي بالعرض ده، انا عايزه اشيل الخطوط دي. مش هاجي اخد خط خط عشان اعمل له تريم، هاجي اقول له تي ار من الكيبورد وبعدين انتر، واختار الخطوط كلها اهو، وادوس بيمين الماوس انتر. وفي الحاله دي هختار حاجه اسمها فينس، اللي هي اختصارها اف من الكيبورد. انا هدوس على اف وادوس انتر، تمام. واجي اقف من هنا لحد هنا كده، شايفين اهو كده، واخدهم كلهم مع بعض وادوس بيمين الماوس انتر. كده انا عملت تريم لكل الخطوط مره واحده. هاجي بعد كده ارسم لاين اهو ولاين تاني، تمام. واجي اقول له تريم تي ار. عندي حاجة هنا اسمها مود، أنا هغير المود بتاع التريم ده. هنا أنا بشتغل ستاندرد، طب أنا هدوس على مود هنا واختار بقى هنا كويك تريم، أهي كويك اللي احنا شايفينها دي أنا هختارها، تمام. ولو وقفت على الجزء اللي أنا عايزة أشيله، أنا مثلا عايزة الجزء ده، ومن غير ما أعمل سيلكت أول للخطوط كلها، باجي أدوس بس على الجزء اللي أنا عايز أشيله، شايفين بالطريقة دي، ممكن أنا أشيلهم كلهم أهو بالطريقة دي كده. يبقى مود بتساعدني ان انا اعمل كويك تريم، يبقى ده امر تريم عندنا في البرنامج. طيب هنيجي بعد كده على اكستند. لو انا جيت رسمت لاين كده اهو، ورسمت لاين تاني بالشكل ده كده، وعايزه اوصل اللاين ده بده، يعني ده عايزه اوصله يكون عمودي على الخط ده كده، اعمل ايه؟ انا هروح على اكستند، عندي هنا تريم اهي، بفتح السهم ده كده وفي هنا اكستند زي ما احنا شايفين، او ان انا بكتب من الكيبورد اي اكس وادوس انتر. عندي برده هنا مود موجوده في الاكستند، لو انا دوست عليها كده في برده كويك وستاندرد، واجي اختار ستاندرد تمام، واقول له سيلكت اول، بختارهم كلهم بالشكل ده كده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اعمل اكستند كده. طيب لو انا جيت قلت له اندو، قلت له اي اكس تاني من الكيبورد، وعملت مود، واخترت بالمره دي كويك تمام، وجيت وقفت على الخط كده، على طول عمل لي اكستند لوحده، مش محتاج ان انا اختار او اعمل سيلكت اول لكل الخطوط. طيب لو انا قلت له اندو وخدت كوبي من الخط ده اهو بالشكل ده كده، وعايزه الخطوط دي كلها اعمل لها اكستند، باجي اقول له اي اكس تمام، واجي اقف كده واختار الخطوط كلها، شايفين بدوس بختار الخطوط كلها، بيعمل لي اكستند للخطوط. يبقى احنا النهارده اتعلمنا امر تريم وامر اكستند في برنامج الاوتوكاد. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.